نفتتح على بركة الله حفل توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتعاون بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيدات والسادة، رئيس وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي، السيدات والسادة، رئيس وأعضاء الحكومة، حضرات السيدات والسادة، إنه لمن دواعي اعتزازي أن أتواجد اليوم معكم في بلدي الثاني تونس التي تجمعها بالمملكة المغربية أواصر التاريخ والتراث الحضاري العريق والأخوة المغاربية الراسخة والمسير المشترك. ولا أخفيكم سرا أنني كلما حللت بتونس إلا ويخالجني مزيج من مشاعر التأثر والاعتزاز والأمل. Thank you.